يوم الأحداث ضربوا علينا الكيماوي، كنا سهرانين عن جارتنا، طلع أول صاروخ نحن الساعة 11 بالليل، 11 ونص، طلع صاروخ تاني ما شوف إلا جوزف، قال ضربوا كيماوي، فزينا وجينا على بيوتنا، لقينا ابن أخي مسطح بأرض الديار عم يطالع تفاتيف من تمه، رغوة بيضة ما صحيا لا وعيا، راح أولادي كله وكنايني، ما صفي عندي حدا، صفي عندي ولد واحد، راحوا ابني وولاده، وراح ابني الثاني مرته وولاده، وابني راح هو وولاده، فجأة فضي البي بيجي هم، والله ما في ولا نهار إلا ببكي، كله اللي بيجي ببالي وش بدي يساوي لك ابني؟ مين تتذكري؟ كله شباب، كله ما شبعوا من عمره، وكلن أولاد يا علي أولادها، هذا اللي صار، والله لا يسامح اللي عمل فينا هيك، حرمنا هالولاد. لمن تشتاقي؟ كلن بشتاقلهم، كلن أولادي، كلن غاليين علي، أنا بقلن الله يسامحهم ويسمع عنهم، والله لا يسامح اللي عمل فيهم هيك، الله لا يسامحه ولا يسمع عنه اللي عمل فيهم هيك. حرمنا ياهم كل الحياة